جايين عم نطالب صرنا 3 سنين منصرف. لهب الأزمة الاقتصادية في لبنان يتأجج بمستوى غير مسبوق، مصارف مضربة عن العمل منذ أسبوع وأكثر، دعاوى قضائية تحاصرها ومودعون يحرقون فروعها، كل ذلك بالتزامن مع موجة انهيار دراماتيكية في قيمة الليرة. سعر الدولار الواحد بات 80,000، ارتفع 35,000 ليرة منذ بداية العام. جيوب المواطنين هي الضحية الأولى، تضخم أسعار السلع بات جنونيا. هذا الشعب للأسف يعني مرتبط بزعامات، وهذه الزعامات هي اللي عم تسيره. هلا كيف عم يسير أموره؟ عم يسير أموره بصعوبة، بس يبدو أنه الوجهة العامة رايحين لانفجار كبير اجتماعي. يعني أنا لبنانية مثلا معاشي 2 مليون أو 3 مليون على الأرض، عم بعطيكي مثل يعني على الأرض عايشين، بس اللي جاي من برا واللي معه من برا مصاري هو اللي عايش. بالقلة والتعتير، تقولي لي كيف عم تاكل مثل العالي، قلة وتعتير وش حدا شو يعني؟ عدم الاستقرار المالي والمصرفي بالتوازي مع شلل المؤسسات الدستورية الثلاث وصلت حدا لم يعد يفيد معها التدخل الجراحي الذي كان يقوم به المصرف المركزي كل فترة بهدف دعم الليرة ولجم انهيارها وفق خبراء. أنا برأيي بأنه مصرف لبنان فقد الأدوات اللي بيسمح له يتدخل فيها بالسوق، وأي تدخل من قبله عبر ضخ المزيد من الدولارات على منصة صيرفة سينتهي مفعوله بوقت قريب جدا، خصوصا مع وصول التوظيفات الإلزامية أو الاحتياطات الإلزامية مصرف لبنان إلى الخط الأحمر، وبالتالي سيكون هذا التدخل مرحلي لفترة قصيرة جدا، ومن ثم بيرجع بيرتفع سعر صرف الدولار. وأنا خوفي يكون أنه هذه الفترة هي نوع من الألعاب اللي بيعملوها، بيخفضوا سعر الصرف قبل آخر الشهر وخلي كرمال أو كي يبيع المواطنون الدولارات بين يديهم، وبيرجعوا بآخر الشهر بيرفعوها أول وجديد. ثقة المواطنين بالليرة باتت معدومة، وكلما تعمقت الأزمة وغابت الحلول وتأجل الإنقاذ والإصلاح يزيد الطلب على الدولار أكثر، ما يرسم سيناريوهات أشد قساوة من القائمة. هي متاهة جديدة من متاهات الانهيار المالي والاقتصادي، وهي حكما الأصعب بعد فقدان مصرف لبنان السيطرة على السوق ووصول إجراءاته الترقيعية إلى مرحلة العقم بحسب الخبراء. ليال خروبي، اليوم، بيروت.